يا الحبيب الرتوة يا الحبيب خلونا نكشف السلم نشوفش فيها وما فيها ترى شوفتكم الليلة أجمل وحدة ما فيها الرتوة يا الحبيب الرتوة يا الحبيب خلونا نكشف السلم رتويتي يا الحبيب سلمنا فيها وفيها حلقات حلوة منوعة كل حلقة غير وغير فيها كوميديا وغشمرة سلمنا فيها وفيها حلقات حلوة منوعة كل حلقة غير وغير فيها كوميديا وغشمرة رتويتلي تكفى 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 شنو وش تبي الولد هذا بصراحة قبسة خطبنا له من البعيد ومن القريب من الجيران ما بقى أحد ما رحنا له وخطبنا له ما حد راضي يعطينا ويزوجه بسم الله على ولادي شفيك عليه الزينة شحلاته قمر كامل والكامل الله فافنة وسيم وذكي ورياضي وبعدين ما أدري على الناس ما يعجبهم بالعجب إيه خير خير إن شاء الله المهم أنا لا تقولي اللي روح حق هذا ولا بيت فلان ولا بيت علان ما راح أخطب ولا تدخل تبي تحركين أنت تحركي بنفسك وشخصيا يلا روحي بصراحة أنا بعد تعبت ما خليت خطابة ما كلمتها حتى مواقع السوشيال ميديا لا تويتر لا سناب لا انستغرام حتى تيك توك منزله فيه فيديو شو اسوي بعد انا اعلانات حطيت حتى عند الاشارات سويت عروض سويت شيء ما حد يبي ولا حد يما وين الريوق عيوني حبيبي عيوني اللي مركبه الحين اقوم أسنى. بس عادي يلا بعد ما حد خرب هالولد الا انت عاد بس اسمع سهر طول الليل الفير بهالقهاوي والسكيك اي نعم والحين اي ريوق دنيا المغرب ابي مالي شغل مالي شغل يما ترى تعبت انا ربعي كلهم متزوجوا وعندهم عيال لا انا ليش حبيبي راح ازوجك قريب ست الحسن والجمال انطر علي عشان اشوف عيال عيالك وافرح فيك ومتى هالحكي هذا هذا بعلم الغيب عاد والله ما ادري شو صايرين بعدين يزعلون اذا رحنا تزوجنا من برا لا تكفى بنات ديرة كلهم بالشوارع وبالمطار قاعد يبكون عليك ووراك لا يبذل فروح قومني نشوف هني كنا هذا تلفزيون زين كل شيء فيه زين بس اهدأ انت اهدأ مو تطلب اللي ب600 لا لا انا ابي بس اهم شيء التلفزيون يكون ماركة معروفة ليش على الاقل اللي يشوفها اللي نادي ماركة معروفة مو واحد ماركة عادية تعرف هذه ماركة لا هذا ولد لو سمحت ايوه استاذ زبون كنا اي انت زبون ولا تشتغل لا انا اشتغل هنا لو سمحت الله نزل الجناط اي جناط ابن لا السموحة يا حبيبي صار لنا 6 شهور مسافرين ومتخيل ان حسبال انت بتشتغل باللون الحمد لله على السلامه يا حبيبي عاوزين ايه ازاي اقدر اخدم لو سمحت في تلفزيون موجود اي في عاوز احجام ماركه معينه ايه
لا نبي تلفزيون، نبي ابي ضوء اسود، نبي افلام القديمه بضوء اسود، الاغاني الحلوه اللي بالافلام. الله وعطنا الالوان بكيس، احنا الفيلم اللي نبي نحط الوان نشكل. يا استاذ عاوز الشاشه تكون ابيض واسود يعني؟ آه. لا هو الشاشه الملونه بتعرض لك الابيض واسود. ها مش يجي كذي؟ لا لا زين إيه؟ نبي تلفزيون الكويت. تلفزيون الكويت؟ ايه القناه الاولى يا ريت. ايه القناه الاولى، ايش حق ندور القنوات الثانيه؟ هذه من افضل القنوات. لا يا استاذ انا ببيع لك التلفزيون وانت إيه؟ بعديها حتاخذ ريسيفر وتحط ايه قناه عاوزها. طال عمرك نبي تلفزيون ما في اخبار ضيق الخلق، الله يبعد عنا وعنكم ان شاء الله اخبار ضيق. نبي اغاني، مباريات، افلام حلوه، شيء عن السفر يعني، شيء فرفش فرفش. مسلم قلت لك يا استاذ التلفزيون انت بتعرض فيه اللي انت عاوزه، يعني انت تاخذ التلفزيون وتعرض القنات او الفيلم اللي انت عاوزه. تكفى في مذيعين بعطيك اسمائهم ما ودي اشوفهم بالتلفزيون، في مذيعين معينين احبهم انا. زين لو سمحت الافطار لغايه الساعه كم عندكم؟ يا استاذ ده محل بيع الادوات الكهربائيه. لو سمحت الكهرباء كم واط عندكم؟ فيك منزلينها لان الموضوع واصل للخط الاحمر. اوخ اتش اتش. بصوا يا جماعه ده انتوا عاوزين هنا جايين تضحكوا ولا ايه؟ انا مش عارف يعني، انا مداوم هنا من الصبح، عاوزين نضحك بعد الدوام. حلو مداوم من الصبح يعني، في حي داوم من الليل؟ ايش فيك ركز يا حبيبي. زين عندي سؤال، في تلفزيونات يقول موجوده بالسوق اقدر اشوف مباراه مثلا، مباراه باكر اقدر اشوفها اليوم؟ ايه تقدر تشوفه اليوم، تنام اليوم وتقعد باكر. عاوزين حاجة معينة؟ لا بسلامتك بس بس لو سمحت تستعجل لأن ما عندنا وقت، والسيف كالوقت انقطعت راسه طلع الوقت. يا أستاذ انت بتقول ايه؟ المثل بيقول الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع. زين أقول يا أستاذ ما عندك امثال حكم مقدمه مسلسل؟ اللي بالقدر يطلعوا الملاس يعني كده. بالضبط بالضبط. زين تقدر تسوي حركات كذي كذي؟ زين طال عمرك بصراحه بصراحه احنا جايين نشتري تلفزيون، نبي تلفزيون ونبي يعني في ترشيد كهربائي. اكيد عاوزين تلفزيون. اي نعم لا صحيح هذا كله قشمر عين جد. ترى احنا كنا معك بالكاميرا خفيه. والله هذا كاميرا وانا خفيه. يلا شوف التلفزيون. يا دكتور الوالد قاعد يمر بحالة غريبة. خير يا أخوي شو الحالة؟ يا أخي ما أدري كل يوم متغمص لنا شخصية. ها ما يخالف ما يخالف، هذا أبوكم وما حيتحمله غيركم، أنا أقول سايروه وطاوعوه عشان لا تكبر القضية. يا دكتور يقعد من الصبح أحيانا تدري شو يسوي؟ يقول اليوم أنا الشيف رمزي ويطبخ لنا طبخة ولازم نخلص الجدر كامل عوار بطن. ما يخالف ما يخالف، هذا أبوكم وما حيتحمله غيركم، فأنتوا سايروا علشان ما تتضخم المشكلة. يا دكتور وين نسايره بالله عليك؟ الله يهداك ذاك اليوم يم علي السواق بالفريج قاعد يلعب وياهم كرة يقول أنا ميسي. لا. ويوم رد البيت قاعد يغلط علي. أفا ليش؟ يقول لي أنت رونالدو روح ما أدري. تبي الصج تشابه رونالدو. وين شابه رونالدو؟ على كني سيارة رونالدو جايب بطني دكتور. لا وساعات انه يتقمص شخصية مستر بن ويروح يأجر له سيارة قرنبوع ويتقلقص داخلها. ما شاء الله عليه، الحين وينه هو الحين؟ موجود عندك بالعيادة. عندي بالعيادة؟ ايه تعال تعال. صيدلية تفضل. غير ملابسك وتسوي الأشعة وتنطرني بغرفة العمليات زين بالمواقف. يلا وانت اذا ما تسنحت اوديك صفات شب، تفهم ولا لا؟ لا لا انت ايش قاعد تسوي؟ شنو؟ وانت شكو؟ شيل اخذ العمليات. لحظه انا يلا انا دكتور. يلا روح. ايش فيك؟ انا دكتور العياده. اي دكتور تبي؟ انت ليش واقف هنا؟ انا صاحب العياده. ممنوع الوقوف. يا لا يا يا عقب اشوف رقمك 4352. يا يبا صلع على شنو عشان نظلل؟ ايه واقف هنا ايش عندك بنص الشارع مسكر حتى على الشاحنات مو راضي مو قادر تطوف. نعم يا يبا ليش قاعد تسوي كذي؟ عيب قدام الناس. ليش انظم الشارع؟ صرت مو زين الحين يبا. لا تفشلنا على وقتك. بعدين ليش مو لابس انت واختك؟ ليش مو لابس الحزام بس مخالفتك؟ انت من ما اخذ السماعات هذول؟ ليش ليش على غاضب العياده؟ وليش حاط اللي داخل الكره على راسك هذا البرتقالي؟ ليش شنو شنو ليش شلت العوامه مني؟ ليش اي عوامه؟ امش زين اي مرور هذه؟
روح العاصمه اطلع يلا وانت وريتنا ها قلت لي سحب وجهي يا دكتور. لا ولا يهمك ولا يهمك هذا اغراض الله يشافيه ان شاء الله. سوي شيء عشان لا تفشلنا لا يشوفونك الناس. خل هذا خلني والله خلني خل الدس خله يمكن تتخيل انك حارس. شوف عندك سياره ولا ركبك سطحه؟ انا اوريك انا اوريك انت عند اللي بلغتهم. ايه انا ما فيني شيء ترى. جدتي تقول إذا طلع سهيل لا تأمن السيل. قولي جدتي تقول إذا طلع سهيل لا تأمن السيل. اللي هو المراد أبي خدامة. نعم خدامة راسي وراسي وشقة. وذا خواتي كل واحدة عندها بدال خدامة أربعة. إحنا ما حدنا ودانا بداهية غير خواتش. خواتش يطالعون بيت ويهدمون بيت. يعني شنو؟ ما راح تجيب لي خدامه؟ تعبت انا، مو كافي قاعد اخم وامسح واطبخ لك واسوي لك؟ شوف اظافري راحوا فيها، وين الانوثه وين الكشخه؟ اعتبريها رياضه. شنو اللي هو رياضه؟ شكو رياضه باللي انا قاعد اسويه؟ انت مو تقولين احب الدايت؟ هذا دايت منزلي. شلون دايت منزلي يعني؟ يعني ركضي مني وركضي مني الا تصيري رشيقه. ما له شغل، هذا غير وهذا غير، ابي خدامه، بس انا تعبت. خدامه انسي. انا بشور عليك شور. شوري مو انا حبيبتك؟ عمري زوجتك قلبي حياتك. ايه مو يقولون الدنيا يوم ليك ويوم عليك؟ يقولون انا ما سمعت. انا بيك تجرب الدايت المنزلي اللي انا جربته. ها ايش فيني يا بنت الحلال؟ مت هلكت. استسلمت؟ عليكم السلام. خلاص بجيب لك بدال الخدامة أربع بس تكفين فكيني. هذا انتو يا ريايل ما تعرفون إلا ما تجربون. أقول عيوني أنا بي واحدة بس ما بي أربعة. حاضر أجيب لك واحدة. حاضر الحين. يلا قوم روح المكتب يبلي واحدة بسرعة. الحين راح أنا رايح بالطريق. رايح بالطريق. ألو مكتب خدامة موجودة؟
يا هلا ومرحبا، حياكم الله. تم أنور البيت. بنور بهلا إن شاء الله يا رب. وأنا سعيد وياكم صراحة أني زرتكم هني، ولي الشرف أني أتقابل معكم. الله يطول عمرك. أنت شفت البضاعة اللي بالمخزن طال عمرك؟ إيه شفتها، مريت عليها وريتوني إياها، بضاعة زينة إن شاء الله أوفقكم فيها. الله يسلمك. هذه أنا والمدام قاطين، كل واحد قاطين 20 دينار، الحمد لله شريناها. ونبيك تسوي لها إعلان كذي حلو مع ضحكة مالتك الحلوة اللي البضاعة يعني مو بعشرين، هي يعني تسوى وايد، فأنت إن شاء الله راح تخليها يعني آلاف. إيه يعني نبي نربح كذي من وراها يعني. يعني تقريبا كم سعر الجنطة يعني علشان أعرف؟ تقريبا الجنطة على 320 دينار. يعني البيع ب 320؟ إيه. بالجناط اللي شفتها اللي بالمخزن؟ إيه. بصراحة أنا اسمح لي عاد، الحين بتكلم معاكم صح عاد. ليش؟ شوف يا أخوي، الأجناط هذه اللي تبي تسوي فيها دعاية، هذه أجناط مو أصلية. وأنا بصراحة فانزاتي والناس اللي تعرفني والمتابعين اللي يعرفوني، لا يمكن أنا أصور دعاية مع أجناط مزيفة، أجناط ما هي أصلية. بس هذه طال عمرك هذه درجة أولى. شنو ماخذ الدوري هي درجة أولى ولا شنو؟ يا عمي يا حبيبي لو سمحت، يا أختي الغالية، هذه الأجناط ما أصور معها. أنا لي متابعين، أي شيء أنا أقوله يتابعونه متابعيني والفانزات. صراحة اسمح لي، مثل هالجناط هذه لا يمكن أصور فيها. ليش؟ العموم كله عندهم نفس الجناط، أخاف بس صدق اللي شايفه أنت كلها جناط أصلية. بعدين ترى هذا مجرد لحظة، مو جايبين نهاوش. لا لا أنا ما قاعد هاوش معه، هذا كله مجرد إعلان، وإحنا يعني قاعد نأخذ ونعطي مع بعض، وبعدين يعني كل من راح يأخذ نصيبة، إحنا ما قاعد يعني نطلب منك. أي والله على فكرة يعني. ترى يعني إحنا ترى جيران، أنت بمنطقة وإحنا بمنطقة، ترى على فكرة. بس يا أخوي يا الغالي يا أختي العزيزة، أنا ما أصور بجناط بالكذب، أكذب على الناس إن أقول هذا جناط أصلية وحلوين وهم جناط مو أصلية. إيش بيقولوا؟ أنا عندي ضمير، أنا عندي مصداقية في الإعلان، أنا لما أنزل الإعلان لازم الإعلان يكون حقيقي صح. طال عمرك وما يخدم بخيل، كله مدفوع. يا عمي أنتوا شو السالفة؟ أنتوا ما عندكم مصداقية؟ أنتوا ما همكم إلا الفلوس وبس، همكم الربح وبس. يا أخي حسوا بالناس، قولوا شيء صح، قولوا شيء لا قيمة. ترشوني بفلوس عشان أصور دعاية ما لها قيمة؟ تقليد؟ درجة عاشرة؟ مو طال عمرك انت متابعينك واجد ويحبونك فيشترون لو سعر غالي. اتشذب على متابعيني؟ اسمح لي اخوي، مشكورين على الضيافة، مع السلامة. بس بقول لك شغلة، على فكرة اذا بعناها حق متابعينك الكل راح يستفيد. طبعا الربح راح يصير النص بالنص. لا وفوقهم 3000 زيادة. نص بالنص وفوقها 3000؟ ايه. وين الجناط؟ خل نصور وياها موجودة، خل المتابعين يشوفون موجودة، يشوفون الجناط الأصلية هذه. ايش رأيك بالجناط؟ بصراحة الجناط روعة، أنا من مرة تعلم شيء لفت نظري، طلعت ولا الجناط بالمخزن. لا لا لما سحبت السحاب حسيت بشيء؟ لا ما حسيت. النعومة ما تحس بشيء. تبي الصدق؟ ايه. أنا بقول حق متابعيني إن أفضل جناط شفتها بحياتي، وأنا بصور وياهم، بحطهم يمي وبصور وياهم، بقول هذه الجنطة الأصلية هذه الصح. مبروك النجاح. أنت صح. We'll be right back.